الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا أول لقاء في لقاءات الدروس النسائية، وموضوع الدرس هذه الليلة عن الدعاء وأثره، وسيتكون الموضوع من عدة نقاط. النقطة الأولى البداية، ثم قبل الموضوع، ثم مقدمة للموضوع، ثم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من أقوال السلف، ثم من شروط الدعاء، ثم فن الثناء، ثم مسألة في الإبقاء في إجابة الدعاء، ثم من أدب الدعاء، ثم الافتقار إلى الله، ثم لا تيأس من روح الله، ثم وقفة أخيرة. البداية، الحمد لله، الحمد لله على جليل إنعامه وإفضاله، والشكر له على جليل إحسانه ونواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في إلهيته وربوبيته، وتقدس في أحديته وصمديته، وتنزه في صفات كماله عن الكفر والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير، وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب غيرك يا ربنا قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. هو القائل جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اسمعي كيف سماهم عبادي، أشرف الأسماء، أضاف العبادة إليه ورد عليهم مباشرة، لم يقل فقل لهم، إنما تولى الجواب بنفسه ليبين لهم أنه لا واسطة بينهم وبينه، وأن بابه مفتوح، وأنه قريب ممن دعاه، حليم على من عصاه، غني عمن تناساه. قال صاحب الظلال: إنها آية عجيبة، آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة والود المؤنس والرضا المطمئن والثقة واليقين. لم يقل أسمع الدعاء، إنما عجل بإجابة الدعاء: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قبل الموضوع، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فسمى الدعاء عبادة. السؤال: ما هي العبادة؟ قال ابن القيم: هي غاية الحب بغاية الذل
والخضوع. والعرب تقول طريق معبد أي مدلل، والتعبد التدلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. وقال رحمه الله: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فقوله تعالى إياك نعبد هي لله، وإياك نستعين هي للعبد. ذكرنا معنى العبادة، أما معنى الاستعانة فهي الثقة بالله والاعتماد عليه. فقد تثق وقد تثقي بالواحد من الناس ولكنك لا تعتمدين عليه، وقد تعتمدي على واحد من الناس ولكنك لا تثقين فيه، إنما اعتمدت عليه للحاجة إليه. قال سبحانه في هذا المعنى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. وما ربك بغافل عما تعملون. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين دليل على أننا نستعين بالله على عبادته، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والناس أختي الحبيبة في هذين الأصلين على أقسام، وأقصد بالأصلين العبادة والاستعانة. أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها، وهذا أجل وأفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى، الإعانة على مرضاته. وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ رضي الله عنه، فقال: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث صحيح. فأنفع الدعاء أختي الحبيبة طلب العون على مرضاة الله، وأفضل المواهب وأفضل العطايا إسعاف الطالب بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضادها. فتأملي ذلك في كل الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. تأملي قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني. تأملي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتي في ديني. تأملي هذا الدعاء واستشعري يا رعاك الله. القسم الثاني من الناس معرضون عن عبادة الله، معرضون عن الاستعانة بالله، فلا عبادة ولا استعانة. وإن سألت فاستعانت على حظوظ وشهوات الدنيا لا على مرضات ربها وحقوقه. تأملي أن الله يسأله أولياؤه وأعداؤه ويمد هؤلاء وهؤلاء، فإبليس أبغض أعداء الله سأل حاجة فأعطاه إياها ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه. وهكذا كل من استعانت بالله على أمر وسألته إياه ولم يكن عونا على طاعة الله كان مبعدا لها عن مرضاته، قاطعا لها عنه ولا بد. تأملي واعلمي أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه، بل يسأله العبد الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه
وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه وسقوطها من عينه. ويسأل العبد والأمة حاجة فيمنعها الله ولا يجيبها لكرامتها ومحبته لها، فيمنعها حماية وصيانة وحفظا لا بخلا. وهذا إنما يفعله بعبده وعبدته الذي يريد كرامتها ومحبتها. فيظن العبد والأمة بجهله وجهلها أن الله لا يحبهم ولا يكرمهم، وتراه يقضي حوائج غيره، فتسيء ظنها بربها، والمعصوم من عصمه الله. فاحذري كل الحذر أن تسألي شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك، فإن كان لا بد من سؤاله فعلقي ذلك على شرط علمه تعالى فيه الخيرة، وقدمي بين يدي سؤالك الاستخارة. ولكن لا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه، استخارة من لا علم لها بمصالحها ولا قدرة لها عليها، استخارة من لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، بل إن وكلت إلى نفسها هلكت كل الهلاك. تأملي قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تأملي قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما هو الدعاء؟ الدعاء لغة مأخوذ من مادة دعو، والتي تدل في الأصل على إمالة الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. ومن هذا الأصل الدعاء في معنى الرغبة إلى الله عز وجل، وهو واحد الأدعية، والفعل من ذلك دعا يدعو، والمصدر الدعاء والدعوة. الدعاء اصطلاحا قال الطيبي هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له، وهذا تعريف يتناول دعاء العبادة كما جاء في فتح الباري. وقال المناوي: هو لسان الافتقار بشرح الاضطرار. وهذا التعريف يتناول دعاء المسألة المتضمن لدعاء الثناء والعبادة. أقسام الدعاء في القرآن: جاء لفظ الدعاء في القرآن وهو يتناول معنيين، الأول دعاء العبادة والثاني دعاء المسألة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره، ودفعه كل من وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود بحق، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. أما دعاء العبادة فهو الذي يتضمن الثناء على الله بما هو أهله، ويكون مصحوبا بالخوف والرجاء. والدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. فالعبد يدعو للنفس أو لدفع الضر دعاء المسألة، ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة. وقد ورد المعنيان في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفسر قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، قيل المعنى أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، وإسناده حسن. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه بدعوة أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء، صححه الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر بن شوحب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعاءه: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. رواه أبو داود والترمذي، والحديث صحيح. من علامات إجابة الدعاء أختي الحبيبة ما يحصل لنفس الداعية من انشراح في صدرها وبهجة في فؤادها لامتثالها لأمر ربها تبارك وتعالى ولاشتغالها بذكره ودعائه. قال عمر: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. قال الطحاوي في شرح الطحاوية: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. انتهى كلامه. والحين الهلاك. فإن الداعية والداعية تقصد بدعائها تعظيم ربها تبارك وتعالى وتمجيده ورجاء الأجر والمثوبة، مع الطمع بتحقيق ما وعد الله من الاستجابة كلها. ودعوة العبد والعبدة المؤمنة لا ترد، والخير فيما يختاره الله من تعجيل الإجابة أو يعوضها الله بما هو أولى، أو يدخر الله لها في الآخرة خيرا مما سألت. والدعاء أحبتي وأختي الحبيبة هو أقوى الأسباب لدفع المكروه ودفع البلايا والمصائب. وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات كما ذكر ابن القيم في الفوائد: أولا أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، ثانيا أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكنه يخففه وإن كان ضعيفا، ثالثا أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. حسنه الألباني. من فوائد الدعاء، وفوائده كثيرة أختي الحبيبة: أولا سرعة الفرج وتفريج الكرب، ثانيا إلقاء الهم على الرب لحسن الظن بالقرب، ثالثا الدعاء سلاح يتقى به العدو وسوء القضاء. من فوائد الدعاء يجلب المصالح ويدفع المفاسد. من فوائد الدعاء يشغل الأمة بذنبها وعيبها عن عيب غيرها. من فوائد الدعاء مداومة الشعور بالضعف والحاجة، فلا تزال الأمة تدعو حتى تنال حاجتها. من فوائد الدعاء يعد من أجل أنواع العبادة، فيقصد لذاته كما يقصد لقضاء الحاجة أو دفع المضرة. من فوائد الدعاء يدعو العبد والأمة إلى التعرف على الآداب الشرعية. من فوائد الدعاء يشعر العبد والأمة بأن الله معهم دائما أينما كانوا. والناظم يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن
لها أمد وللأمد القضاء. من شروط الدعاء قال سهل التستري: شروط الدعاء سبعة، أولها التضرع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال، وهذه من أقوال السلف رحمهم الله. قال ابن عطاء: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه نجح. فأركانه: حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع بين يدي علام الغيوب. وأجنحة الدعاء: الصدق مع الله، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. قيل لإبراهيم ابن أدهم: ماذا لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه. أما قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته. أما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعرفتم القرآن فلم تعملوا به. أما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرها. أما قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وعرفتم الجنة فلم تطلبوها. أما قال تبارك وتعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وعرفتم النار فلم تهربوا منها. أما قال جل من قائل: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه. أما قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعرفتم الموت فلم تستعدوا له. أما قال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ودفنتم الأموات فلم تعتبروا. أما قال سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. أما قال سبحانه: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. الثناء على الله فن من الفنون، ولا يثنى على الله إلا بما أثنى على نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نثني عليه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وآياته. إذا حل الأمر الصعب وادلهم الخط وعم الجد فالله المستعان. إذا أظلم الأفق وضاقت الطرق وانشق بالمصائب الأفق فالله المستعان. إذا جاعت البطون وأخطأت الظنون وحلت المنون فالله المستعان. إذا قست القلوب وظهرت العيوب وكثرت الذنوب فالله المستعان. إذا فقد الولد وقحط البلد وضعف السند فالله المستعان. سبحان من انتشل ذنون من الظلمات ونجى نوحا من الكربات. سبحان من أطفأ النار لإبراهيم وجمد الماء للكليم. سبحان من على العرش استوى. سبحان من يسمع ويرى. سبحان الله العظيم. سبحان من لا يموت. سبحان من تكفل بالقوت. سبحان من وهب النور. سبحان من وهب النور في الأبصار وقصر بالموت الأعمار. لا إله إلا الله لا نعبد سواه، غالب فلا يقهر، أغنى وأقنى، أضحك وأبكى. لا إله إلا الله عدد ما خط في الأقلام وسجع الحمام وهطل الغمام وقوضت من الخيام. لا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبت الرياح وكلما تعاقبت الأحزان والأفراح. عز فارتفع خضع له كل شيء وركع، أعطى ومنع خفض ورفع
أعز وأذل، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يهدي ضالا ويغني فقيرا، ويغفر ذنبا ويستر عيبا، وينصر مظلوما ويقسم جبارا، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن فيكون، والخير كله عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري إليك أرفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت أي باب أقرع. ومن ذا الذي أدعوه وأهتك باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشاك أن تقنط من فضلك عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. أختي الحبيبة، الله قد يبتلي العبد فيبطئ عليه في الإجابة، يبتلي الأمة فيبطئ عليها في الإجابة، قد تدعو المؤمنة فلا يستجاب، فتكرر الدعاء وتطول المدة ولا ترى أثرا للإجابة، فينبغي لها أن تعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى صبر، ولا بد من معرفة الأمور حتى تقطع وسوسة الشيطان. أولا، ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض، فلا وجه للاعتراض عليه. إن أعطى فبرحمته، وإن منع فبعدله تبارك وتعالى. ثانيا، أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة، والحق أن الحكمة لا تقتضي، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة. رجل ماتت زوجته وهي في حالة ولادة، فأنجبت له بنية صغيرة، ماتت وتركتها، فأشار إليه أحد المشايخ أن يتزوج في الحال حتى يجد من يرعى بنيته الصغيرة، وكان يأمل بالزواج زيادة النسل وزيادة الذرية. تزوج، وقامت المؤمنة برعاية ابنته كما ينبغي، لكنها مرت عليها السنة والسنتين ولم تنجب، فاشتكى إلى شيخه فقال له اصبر فإن لله حكمة. ومرت 4 و5 وهو يشتكي إلى شيخه، وشيخه يقول اصبر فإن لله حكمة، حتى مرت 7 سنوات، حتى مرت 7 سنوات، فإذا بها قد حملت. ثم ذهب إلى شيخه يبشره بذلك، فقال له إن لله حكمة إذا أعطى، ولله حكمة إذا منع، منع منك الولد حتى تربي بنيتك الصغيرة، لأنها لو أنجبت لتشاغلت عن تربية تلك الصغيرة، ولكنها حكمة أختي الحبيبة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. من الأمور التي يجب أن تعرف أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. رابعا، قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، فابحثي عن هذه الأسباب لعلك توقنين بالمقصود. عن إبراهيم الخواص رحمة الله عليه أنه خرج لإنكار منكر فنبحه كلب له فمنعه أن يمضي، فعاد ودخل المسجد وصلى ثم خرج فبصبص الكلب له فمضى وأنكر المنكر وزال، فسئل عن تلك الحال فقال كان عندي منكر وكان عندي ذنب فمنعني الكلب، فلما عدت تبت واستغفرت فكان ما رأيتم. خامسا، ينبغي أن تبحثي عن مقصودك بهذا الطلب،
ماذا تريدين عندما تسألين، عندما تطلبين طلبا أو تسألين سؤالا، فما المقصود وما الذي تريدينه عندما تسألي هذا؟ إن سألتي مالا أو سألتي جاها أو سألتي سلطانا أو أي سؤال سألتيه، فما هي نيتك وما هو مقصدك من هذا السؤال؟ أسألت المال للإزدياد في طاعة الله؟ هل أردت الجاه حتى تتقربي به إلى الله؟ أم ماذا المراد من السؤال؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويقول: أعوذ بك من صحة تلهيني أو غنى يطغيني. أما قال نوح عليه السلام: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. من الأمور أيضا أنه ربما كان فقد ما فقدتيه سببا للوقوف على باب الرحيم واللجوء إليه، وربما كان حصول المراد سببا للاشتغال به عن المسؤول. قد تكون هذه الحاجة التي أردتها سببا لوقوفك بين يدي الله متضرعة خاشعة منيبة. لو قضيت هذه الحاجة، كثير من الناس إذا قضى الله حوائجهم أعرضوا ونكصوا على أعقابهم، فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. والكل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فالحق عز وجل علم من اشتغال الخلق بالبر عنه، فأنزل عليهم عوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، فهذه من النعم في طي البلاء. أما البلاء المحض فهو اشتغالك عن الله تبارك وتعالى، فأما ما يقيمك بين يديه ففيه عزك وجمالك. حكي عن يحيى البكاء أنه رأى ربه عز وجل في المنام فقال: يا رب كم أدعوك ولا تجيبني؟ فقال: يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم دعا الله تعالى إلا أجابه، فإما أن يعجلها وإما أن يؤخرها وإما أن يدخرها له في الآخرة. صححه الحاكم وإسناده جيد. فإذا رأت الأمة يوم القيامة أن ما أجيبت فيه قد ذهب، وما لم تجب فيه قد بقي ثوابه، قالت: ليتك لم تجب لي دعوة قط. تفهمي هذه الأشياء وسلمي قلبك من أن يختلج فيه ريب أو استعجال. فالمنع لأمرين: إما لمصلحة وإما لذنب، وكل أدرى بحاله. من آداب الدعاء: إذا وقعت في محنة يصعب الخلاص منها فليس لك إلا الدعاء واللجوء إلى الله بعد أن تقدم التوبة من الذنوب، فإن الزلل يوجب العقوبة، فإذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السبب. فإذا تبت ودعوت ولم ترين الإجابة أثرا فتفقدي أمرك، فربما كانت التوبة ما صحت. لماذا؟ شروط التوبة أختي الحبيبة، بعض الناس يقوم بأحدها ولا يأتي بالأركان الباقية. من شروط التوبة الندم، الإقلاع، العزم. قد تعزمين، قد تقلعين، ولكنك لا تندمين، فالتوبة ناقصة. قد تندمين، قد تعزمين، ولا تقلعين، التوبة ناقصة، ما صحت. لابد من اكتمال شروط التوبة. صححي التوبة ثم ادعي ولا تملي، فربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة، وربما لم تكن المصلحة في الإجابة. فإذا جاء إبليس فقال: كم تدعين ولا ترين إجابة؟ فقولي: أنا أتعبد الله بالدعاء وأنا موقنة أن الجواب حاصل. غير أنه ربما كان في تأخيره بعض المصالح، فهو يجيء
في وقت مناسب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولو لم تحصل الإجابة حصل التعبد والذل والخضوع لله. إياك ثم إياك أن تسألي شيئا إلا وتقرنيه بسؤال الخيرة، فرب مطلوب من الدنيا كان حصوله سببا للهلاك. فإن كنا أمرنا بالمشاورة في أمور الدنيا فكيف لا نسأل الله الخير في جميع أمورنا وهو أعلم بما ينفعنا ويضرنا. توسلي إلى الله بالله، قولي يا محسنا إلي قبل أن أطلب، لا تخيب أملي فيك وأنا أطلب، فبإنعامك المتقدم أتوسل إليه. من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعرفيها وتفهميها وتستشعريها عند الدعاء الافتقار إلى الله، إعلان الحاجة وبيان الذل والخضوع لله. قولي يا رب يا رب من لا راحم له، ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك. أمتك وسائلتك ومؤملتك لا ملجأ لها ولا منجأ لها منك إلا إليك، أنت معاذها وأنت ملاذها. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها، من ذا الذي دعاك فرددته؟ من ذا الذي أتاك فطردته؟ يا قريبا ممن دعاه، يا حليما على من عصاه، يا غنيا عمن تناساه. أنت القائل في الحديث القدسي على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ولا رجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها والمخ في العظام النحلي، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأولي. اسمعي افتقار محمد صلى الله عليه وسلم إلى مولاه: إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب لا أبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لي. أن أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اسمعي نبي الله موسى عليه السلام وهو يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اسمعي نبي الله يعقوب وهو يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اسمعي نبي الله يوسف عليه السلام وهو يقول: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أما دعاه زكريا نداء خفيا؟ قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فيأتيه الجواب: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى،
لم نجعل له من قبل سميا. اسمعي يا رعاك الله، عندما دعاه أيوب ونادى ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقال سبحانه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ناداه ذنون في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فسمع نداءه من فوق سبع سماوات فقال سبحانه وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. رمي الخليل في النار فجاءه جبريل فقال هل لك من حاجة؟ فقال أما لك فلا أما لله فنعم، فحسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. دخل موسى وهارون عليهما السلام على فرعون فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فليس أحب إلى الله من الدعاء والانكسار والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى أن يقول العبد وتقول الأمة أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفك، أسألك بقوتك وضعفي وغناك وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، أبيدك سواي وإماؤك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك وفاضت لك دمعه وعينه وذل لك قلبه. تأملي ولا تيأسي من روح الله، وإنما يظهر الإيمان عند الابتلاء فهو يبالغ، والأمل تبالغ في الدعاء ولا ترى أثرا للإجابة، ولا يتغير أملها ولا رجاؤها ولو قويت أسباب اليأس لعلمها أن الحق أعلم بالمصالح، أو لأن المراد منها الصبر والإيمان فإنه لم يحكم عليها بذلك، فإنه لم يحكم عليها بذلك إلا وهو يريد من القلب التسليم لينظر كيف تصبرين، أو يريد كثرة اللجوء والدعاء والإلحاح عليه. فأما من يريد وتريد تعجيل الإجابة وتتذمر إن لم يستجب لها فتلك ضعيفة الإيمان، ترى أن لها حقا في الإجابة وكأنها تتقاضى فجرة العمل. أما سمعت قصة يعقوب عليه السلام؟ بقي 80 سنة في البلاء ورجاؤه لم يتغير، فلما زيد في بلائه وضم إلى فقد يوسف فقد بنيامين لم يتغير أمله، وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقد كشف الله هذا المعنى في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ومعلوم أن هذا لا يصدر من الرسل والمؤمنين إلا بعد طول البلاء وقرب اليأس من الفرج. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير
ما لم يستعجل. قيل له: وما يستعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، إياك إياك أن تستطيلي زمن البلاء وتضجري من كثرة الدعاء، فإنك مبتلاة بالبلاء متعبدة لله بالصبر والدعاء، ولا تيأسي من روح الله وإن طال البلاء. آخر الكلام، تأملي في قوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما ذكروا تخريج هموم الأنبياء وإجابة الدعوات وقضاء الحاجات، ذكر الله عنهم هذه الآية العظيمة وبين حالهم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة هي ثمرة الرجاء، والفرق بين الرجاء والرغبة أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فإن العبد إذا رجى الشيء طلبه، فالرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق، والراغب سريع، والراغبة سريعة في فعل الخيرات، مجدة مجتهدة لا وهن ولا كسل. مثال ذلك: الكل يرجو ويطمع أن يدخل الجنة، لكن ما نيل المطالب؟ بالتمني. هذا يرجو ولا يعمل فهو غير راغب، وهذا يرجو ويعمل لأنه راغب. وكما قيل: الرغبة مفتاح الطلب. الرهبة هي الخوف والوجل والخشية، كلها ألفاظ متقاربة، لكن الرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه. لما كانت الرغبة هي العمل للحصول على ما يطمع به، كانت الرهبة هي الهرب من المكروه الذي يخاف منه. قال سبحانه: وكانوا لنا خاشعين. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وجمع القلب بين يديه. قال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. فالخشوع غاية الافتقار والتذلل لله تبارك وتعالى. تأملي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الأبيات الجميلة، وهو يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المساكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتي به والخير إن يأتي من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لدفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي. قال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. وجماع الخشوع التذلل للأمر والاستسلام لله تبارك وتعالى. لا بد أن تحضر القلب وأنت بين يدي الله، فالله لا يستجيب من القلب اللاهي. قيل أن الحجاج رأى رجلا أعمى عند الكعبة يدعو ربه ويقول: اللهم رد لي بصري، اللهم رد لي بصري. فجاء الحجاج من اليوم الثاني ووجده في نفس المكان يدعو بنفس الدعاء، فقال له الحجاج: إن لم يرد لك بصرك غدا فسأقطع رقبتك، إن لم يرد لك بصرك فأقطع رقبتك.
فجاءه في اليوم الثالث مبصرا، فقيل للحجاج لما فعلت هذا؟ قال وجدته يدعو بقلب الله. لكن لما كانت القضية حاجة واضطرار توجه إلى الله قلبا وقالبا. الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، بشرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنه السلاح الذي تملكينه، إنه السلاح الذي لا يرد، بشرط أن تحسني استعمال السلاح، تدربي على استعماله، اختاري الأوقات المناسبة، تجردي من كل شيء، وقفي خاضعة ذليلة مخبتة إلى الله تبارك وتعالى. أظهر الحاجة والافتقار، وتأدبي بالأدب الذي علمه لنا نبي الهدى والرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. فإن المفلس الذي لا يعرف كيف يستفيد من هذا السلاح العظيم، والمفلسة هي التي لا تعرف كيف تستخدم سلاح الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، أن يجعل نساءنا مؤمنات تقيات نقيات خفيات. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهن من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم. اللهم من أرادهن بسوء فاجعل تدبيره تدميره وكيده في نحره. اللهم احفظهن من كل سوء ومكروه، ووفقهن لما تحب وترضى، واجعلهن هادية مهدية برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.